لواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه لشؤون العلاقات العامه والاعلام. مساء الخير يا استاذ لواء. مساء النور يا استاذ سامر. البقاء والدوام لله يا فندم، ونعزيكم في الشهيد رحمه الله عليه. سبحان من له الدوام، ربنا يرحمه ونحتسبه شهيد عند الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ملابسات الاستشهاد حضرتك تحكي لنا سريعا لو سمحت يا فندم. قبل ما احكي ملابسات الاستشهاد، انا عايز احيي سيادتك على كل الكلام المحترم اللي حضرتك قلته واشكرك عليه. الكلام اللي حضرتك قلته ده كلام يتصف بالموضوعية ويتصف بالأمانة الإعلامية، وبيؤكد على أن سيادتك يعني إعلامي محترم. ده حقيقي يعني الكلام اللي حضرتك قلته. أنا والله يعني لا أقول إلا ما يرضي ضميري وربي يا فندم. أنا عارف الكلام، أنا حاسس بالكلام طالع إزاي، وحاسس بالكلام يعني المشاعر اللي هي مختلطة به إزاي. فعشان كده لازم حضرتك يعني تشكر على الكلام الموضوعي والكلام المحترم لحضرتك. العفو. لا شكر على واجب يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. هو حضرتك كان في وقع من عده ايام ان في احد العناصر الجنائيه قام باطلاق نار على قوه امنيه، اثر ذلك عن استشهاد ضابط وثلاث افراد من الشرطه السريه واصابه ضابط اخر وعدد اثنين شرطي سري. ايوه. ومقتل عدد اثنين مواطنين واصابه اخر تصادف مرورهم. أجهزة الأمن اشتغلت في القضية وأمكن ليها تحديد مرتكب الواقعة. النهاردة وردت معلومات للشهيد المرحوم رائد مصطفى لطف رئيس مباحث اسم تاني شبرا الخيمة عن مكان تواجد هذا الشقيق خطر وكان معاه آخر. تم استهداف المكان اللي هم موجودين فيه وهو في الزاوية الحمراء، وقامت قوة هو على رأسها وحال دخولهم المنطقة واقترابهم من المنزل قام الشاقي خطر بإطلاق عيارة نارية على الضابط والقوة اللي معاه، نتج عنها استشهاد الرائد مصطفى عبد الكريم رئيس المباحث وإصابة الملازم أول أحمد محمد عبد العلي مرسي بطلق ناري في الساق اليسرى، والرقيب سري وائل عبد المغني أيضا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، والوزارة بتنعي شهدائها وبتدعو الله عز وجل أنه يتغمدوا برحمته. رحمة الله عليه. يعني أنا بقدم مرة تانية خالص العزاء وكل الدعم ليكوا بالنسبة للضباط والأمناء والأفراد الشرفاء اللي بيدفعوا عننا بأرواحهم. وده طبعا ملوش علاقة أنه لو حدث أي تجاوز، أنا عارف أن حضراتكم قبلي كمان هتبقوا واقفين له بالمرصاد يا سيادة اللواء. ده شيء مؤكد، ويمكن الكلام ده يعني لو حضرتك متابع خلال الأيام اللي فاتت الإجراءات التي اتخذت مع البعض اللي هو تجاوز في حق مواطنين، الوزارة زي ما قلنا قبل كده وبنقول وهنقول تاني لا تهاون في حق مواطن يتم إساءة معاملته من جانب أي راجل مرجع. ممتاز. طيب بذكر ما يقال عن التجاوز أو الإساءة بالنسبة لقضية الممثلة الشابة مريهان والكلام الذي يقال عن أنها تم تعرض ليها أو انتهاك عرضها والاعتداء عليها أثناء احتجازها في قسم الهرم، حضراتكم بدأتوا التحقيق في الموضوع ده يا فندم؟ طبعا، يعني هو الموضوع ماشي في شقين، الشق اللي هو يعني النيابة العامة والشق الآخر اللي هو التحقيق الإداري فيما يتصل بالظروف المحيطة بالوقت. تمام. لسه ما النتيجة ما طلعتش؟ لا لسه ما زالت التحقيقات جارية. ما زالت التحقيقات جارية. تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء. شكرا جزيلا يا فندم. والمعلومات اللي عندنا كمان أنه مريهان النهاردة ذهبت إلى مصلحة الطب الشرعي في زينهم، مش مشرحة زينهم، مصلحة الطب الشرعي اللي موجودة في منطقة زينهم، وتم خضعت للكشف الطبي علشان نشوف موضوع دعواها أو شكواها في أنها تعرضت لانتهاك وهتك عرض أثناء احتجازها في قسم العرم كما تقول هي في تحرياتها. وحنتأكد في النهاية، إحنا لسنا مع جهة ضد جهة، لسنا مع مريهان لمجرد أنها فنانة ومشهورة ومعروفة، ولسنا مع الداخلية لمجرد أنها الداخلية، نحن مع الحقيقة اللي هتثبتها وتفصل فيها النيابة. النيابة تقول مريهان بريئة، هنوقف كلنا معاها لحد ما نجيب لها حقها. النيابة هتقول مريهان ظالمة، هنوقف كلنا ضدها لحد ما نجيب حق الضباط منها. هذا هو العدل يا سادة بلا أي تحيز.